اهلا 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 اهلا، النهارده الاكلات حلوه على مزاجي عشان منى صباحي اللي عامله. اخبارك ايه؟ كله كويس حلو الشينيون ده، فيري نايس، كيرلي كيرلي. انا نفسي ايوه صح كده. احكي لنا بقى الاكل النهارده ايه ده؟ دي مكرونه بتاعتي بالجرجير. مكرونه بالجرجير، اوكي. ودي وصفه مدام امال، كفته بصوص الليمون وشبت. من وصفات مدام امال جلال. وده ودي برضو مدام امال كريم كراميل بالبطاطا. شكله مختلف ولونه مختلف. طيب عايزه تبتدي بايه؟ هنبدا بالكفته. يلا مقادير الكفته. عندنا نص كيلو لحمه مفرومه وبشر ليمونه وبصله مبشوره ونص كوبايه شبت ومعلقه بهارات. للحشو عندنا جزرايه مفرومه ونص كوبايه زيتون مفروم ونص كوبايه شبت مفروم. للصوص عندنا كوبايه لبن وعصير ليمونه ومعلقه كبيره دقيق ومعلقتين زبده. اوكي. بص، اول حاجه هبدا بيها الحشو عشان يبرد. اوكي. في طاسه، اهي الطاسه. اشتغل هنا ولا هنا؟ اشتغل. انت عايزه تعملي ايه؟ عادي. هنا. ماشي. في طاسه هحط شويه زيت صغيرين خالص، وهسوي الجزر عشان هو هيبقى حشوه للكفته، عايزينه يستوي. هنزل الجزر لغايه ما يدبل. اوكي. هنقلب معاه مش عايزه طاسه اكبر؟ لا اتس فاين. اتس فاين؟ اوكي. هتقلي معاه ايه؟ زيتون؟ زيتون. اوكي. الكفته دي من وصفات مدام امال جلال. هي عامله الكفته نفسها محشيه. اوكي. ففي حشو الكفته وفي صوص. الحشوة عبارة عن جزر وعليه شوية ممكن ملح عشان نساعد الجزر ينزل مية شوية. شكرا. بما ان دي حشوة فاحنا عايزينها ما يكونش فيها سوائل كتير. دايما اي حشوة بنشوفها خالص. شكرا. ما يبقاش فيها سوائل كتير. عايزين ننشف المية على قد ما نقدر. انت بتطبخي نفسك في البيت صح؟ بص احنا عندنا سعاد. سعاد بتساعد مامي لما احنا كنا صغيرين. معاكم. فطبعا سعاد لسه موجوده في حياتنا يعني. شكرا يا سعاد. ودلوقتي بتاكل عليه بقى في الموضوع. حلو. انت ما بتطبخيش في البيت خالص؟ لا بطبخ طبعا. اصل خلي بالك وائل جوزي يعني مامته اكلها صحي جدا، فما يقدرش هو ياكل الاكل الطبيخ بتاعنا ده كل يوم. يسربك وكده. مش قوي. انا زيك على فكره. بس انا محترم نفسي بقى لي شهرين. عندي كوليسترول مرعب. يا سلام. بزي 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 بزي. ايه ده معقول؟ بس انت شاطر يعني. خلي بالك انا الكوليسترول عندي وراثه. فمع عشان الاكل لو مش مهتم بالاكل الدنيا بتبوظ معايا. هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط الزيتون مفروم والشبت، نحط شويه والباقي هخليهم للكفته. اوكي. وبس الحشوه دي بقى. الحشوه؟ هحطها بقى في الطبق عشان تبرد. دول لك واحد اكبر؟ لا لا اتس فاين. ماشي كده اهو. ونعمل بقى الكفته. شكرا للطاسه. ليه عمل الكفته؟ يلا بينا. تعالي يا بوله يا كبيره. هتشوحيها في دي؟ لا هحطها في الفرن. والله امال دي بتاعت ايه؟ مكرونه؟ لا دي هعمل فيها الصوص. بتاع الكفته؟ اوكي. ايه بقى؟ للجوانتي للكفته. حط ده هنا. بليز. وهنحط البهارات دي. ايوه هي ايه؟ بهارات. وبشر قش الليمون. اوكي. وبعدين احط عليهم شويه بصل. طبعا البصل ده يا جماعه مبشور ومعصور كويس عشان الكفته ما تفكش مننا. اوكي. ونخلط كل المكونات دي سوا. ممكن بليز تجيب لي شويه ملح وفلفل. ايوه بس. شكرا. بعدين بقى لو تقرب لنا الصينيه اللي هناك بعد اذنك. شكرا. هتخش الفرن؟ انا هجيب الكفته اهي واعملها كده. بنعمل كبيبه، عارف انت الموضوع ده. وهتحشيها. ايوه. ونحط جواها معلقه من الحشو. طبعا المفروض نسيبه يبرد خالص. نحطه كده في هنا ونقفل من حواليه ونحطه في الفرن. طبعا يقعد قد ايه في الفرن؟ الفرن المفروض يكون سخن. سخنه على 180. 180. و
الله تحط لنا بس معلقه زيت كده تحت عشان ما يلزقش. يس. اشكرك. شكرا. ونحط الكفتات كده جنب. اعمل واحده كمان ولا خلاص؟ ثلاثه. ادي اول واحده. نعمل واحده كمان. طبعا ممكن نكبر او نصغر زي ما احنا عايزين. والاكله دي ممكن نعمل جنبها المكرونه اللي عملتها انا هحطي عليها قوي، او جنبها رز ابيض برضه تبقى حلوه جدا. او ممكن تتاكل جنبها شويه بابا غنوج. فكره رائعه، فكره جميله. يا سلام يا سلام. مش بلدي بابا يا جماعه، انا بحب بابا غنوج قوي بصراحه. انا كمان جدا. وبقيت بقى معي اكل صح، بقيت بقى بخترع فيه كمان. يعني ما اتعلمت من واحده صاحبتي، مش بس بتشوي بتنجان، بتشوي بقى معاه بصل وتوم مشوي وتوم وطماطم. احنا بنعمله كده حلو جدا، حلو بشكل. وفلفل حامي. شكرا. ده يخش الفرن. ده يخش الفرن وهنعمل الصوص بقى. يلا، احنا قلنا مقادير الصوص صح؟ قلنا. يلا، الطاسه على النار وسخنه. ممكن المضرب السيليكون؟ شكرا. هجيب لك مضرب عادي، لان المضرب ده البتاع دي ما بتتجرحش. اوكي، ايه ده بجد؟ انا عايزه منها في حياتي. الزبده. هو بيسك كده بنعمل بشاميل يعني. وهنحط عليها الدقيق. نقلب نقلب نقلب. عايزين نسيح الزبده والدقيق، مش عايزينهم يلونوا، عايزين لونه يفضل ابيض بس الدقيق طعمه ما يبقاش ني يعني، ما يبقاش ظاهر قوي. اوكي. انت عارف انا في حاجه بعملها على البني قوي. انت عارف انا بدرس بروفيشنالز. المهم انا بدرس مع حته اظن ممكن اعملها اعلان، لان هي مش هدف للربح. ممكن اعملها اعلان؟ جمعيه الطوار المصريين. جمعيه الطوار المصريين طبعا. هي اللي عرفتني بيكي اصلا. ايوه. دي فاكره؟ صح. فدايما بيجي لنا طلبه من بلاد عربيه مختلفه، كل كورس بدرسه معانا ناس من بلاد عربيه مختلفه. طب ما تجيبيهم مره هنا اهو. بجد؟ يقعدوا في الكواليس يتفرجوا عليكي. ماشي. معلش نعزمهم. ماشي. وممكن تطلعيهم يساعدوكي. خلاص حط اللبن. حط اللبن بليز. حبه حبه؟ يا ريت. لا بجد المرة الجاية هسيب منهم اثنين ثلاثة من بلاد عربية مختلفة. ماشي. وفي كل فاصل حد يخش يساعدك ويعمل معاكي حاجة. خلاص اتفقنا. أكون مبسوط. حلو جدا. آخر بقى حاجة في الصوص. هحط ملح وفلفل وعصير ليمون. مش عايزة جوز الطيب؟ المدام أمال مش حاطة، بس ممكن طبعا نحط يبقى حاجة حلوة. ما كانتش حاطة؟ لا ما كانتش حاطة. طب ماشي هنحط. أنا البشاميل مع جوز الطيب يا جماعة شيء خرافي. أنا عضد. ممكن أحط فيه شوية شبت كمان برضو. نزود هنا. يرد على الكفتة. وعصير ليمون دايما يا جماعه، اللي عصير ليمون بنحطه في الاخر عشان ما يمررش. والاعشاب الفريش زي هنا الشبت برده في الاخر علشان ريحتها ولونها ما يروحوش. بس وتقدم مع الكفته لما تستوي. بس كده؟ بس طيب. كده سهله وبسيطه. خش لنا مقادير المكرونه. المعكرونه بصوص الجرجير، عندنا 4 كوبايات مكرونه مسلوقه، كوبايه ميه من سلق المكرونه، بصلايه مفرومه ناعم، وثلاث حزم جرجير متقطع شرايح رفيعه، وللصوص عندنا حزمه بقدونس وثلاث فصوص ثوم، وربع كوبايه جبنه رومي، وربع كوبايه زيت، ومعلقتين كبار عصير ليمون، ومعلقه كبيره بشر قشر ليمون. انظر يا سيدي الفاضل. ايوه يا سيدتي الفاضله. مش عايزه الغطا. لا مش عايزه الغطا. انا هعمل زي بيستو. فاشرحي لهم يعني ايه بيستو. البيستو ده صوص ايطالي تقليدي جدا، بيتعمل من الريحان، اساسه ورق ريحان كتير جدا، وبيتضرب مع زيت زيتون وجبنه بارميزان وصنوبر وعين وتوم. جمل؟ لا صنوبر. وانشوجا؟ لا، هو الخمس حاجات دول، الريحان وجبنه بارميزان والثوم والصنوبر وزيت زيتون، بيتضربوا مع بعض. بس مصطفى استني عشان احيي، برافو ان انت عملت، بقيت زي الفل. حيوان ده لازم. بصي اتخض ازاي؟ لا اصل بصراحه النضافه خلاها فله، ما كانتش كده، مش لازم نساله ده نضافها ازاي، بقت فوق. بصوا بقت جديده، الطاسه بقت جديده تماما. يلا بعدين. مش هنعمل بس التقليدي بقى، احنا هنعمل حاجه ايه شبهه كده شويه. ماشي. نعمل لك ايه هنا اهو؟ هنخلط ايه؟ البقدونس. كل البقدونس مع توم
مع كل الثوم، مع كل بشر الليمون، مع كل بشر الليمون، مع ثلاث ارباع الجبنه دي. مفيش زيت؟ ثلاث ارباع جبنه. ثلاث ارباع جبنه. مفيش زيت؟ في زيت. في خل؟ في زيت. زيت بس ها؟ مفيش خل ولا كده؟ لا لا مفيش خل. في بشر قشر الليمون. يلا ماشي اهو. شكرا. كتبتها غلط. طب احكي لي انا هعمل ايه في البتاع ده؟ احنا دلوقتي هتضرب البقدونس مع الثوم وبشر قشر الليمون والجبنه الرومي. اوكي. الجبنه الرومي بقى طبعا مش هقول احنا مستعملينها بديل الجبنه البارميزان، بس يعني هي هتعمل نفس العمل بتاع الجبنه البارميزان، ان هي هتدينا كريمينس. هتزود شويه. ممكن. هتخليها كريمي يعني. انت عايزها صوص قوي؟ ممكن تزود شويه ميه. ميه؟ قوام الباستو، عايزاه في قوام الباستو. طب استني نحط ميه بسيطه خالص. لا ممكن تحط اكتر لو عايز. والله؟ اوكي. انا كده كده هنقلبها الصوص يعني في الطاسه. فاهم. يلا. شوفيها كده بقت عجينه. اوكي حلو قوي. حلو جدا. في الطاسه دي بقى طبعا انا السبانخ لما بتكون فريش بستعملها على طول، بس طبعا السبانخ دي في الشتاء. فريش يعني طازه. فريش. اظن الناس عارفه ان فريش يعني طازه. لو بيكونش في سبانخ بقى زي دلوقتي بستعمل الجرجير. الجرجير بديل كويس جدا جدا للسبانخ، وبستعمله على طول في يعني في السلطه او بطبخه زي كده. شوح البصل لغايه ما يتفر بس، وبعدين هحط عليه كميه الجرجير. هتلاقي بقى الجرجير قد ايه هيفطس، هيصغر زي السبانخ كده بالظبط. الكميه دي كلها هتبقى شويه صغيرين خالص 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 هكذا. الله الله. وقد ايه مغذي وقد ايه طعمه جميل. انا بحب اعصر عليه ليمون واكله حاف. انت من محبي الجرجير؟ والخس. بس انا احب الجرجير البلدي بتاعنا المصري، اللي هو مش الحاجات الغريبه الثانيه دي. أيوه. والخس مش الكابوتشا، الخس الطويل ده البلدي. واقعد كده ازقز وانا قاعد اتفرج على نفسي. انا بقعد اتفرج على نفسي بصراحه، الناس بتتفرجوا عليا انا بتفرج على نفسي قاعد منبهر. مين ده؟ انت بتستغرب نفسك لما تتفرج؟ اصل انا شخصيه في الحقيقه هاديه. يعني في البيت ومع في المجتمع هادي جدا. ايوه. فطبعا بتفرج على نفسي ان هو بقول انا ازاي قلت كده وتصرفت كده وعملت كده، بس حلو. لا عاجبني عاجبني لذيذ لذوذ. انا اتجننت خالص. الشهره جننتني. طيب الجرجير زي ما انت شايف خلاص يعني كش. خالص خالص. ما احنا عايزين نوصل للمرحله دي. بعدين هننزل المكرونه. اوبا. طبعا المكرونه دي اوريدي مسلوقه، فانا ما عنديش فرصه احط ميه السلق، بس احنا لو بنسلقها في البيت نحوش من ميه السلق بتاعتها. فاستاذنك تجيب لنا ميه سخنه من الكاتل نستعيد بيها عن ميه السلق. ليه بقى ميه سلق المكرونه مش ميه من الكاتل زي ما انا هعمل دلوقتي؟ علشان المكرونه وهي بتتسلق لما احط. طيب بس المكرونه وهي بتتسلق بتنزل نشا في الميه، فالنشا ده هيساعدنا ان احنا ننتقل قوام الصوص. لان دي ما هواش صوص مثلا طماطم ولا صوص بشاميل فليه قوام تقيل، لا هو صوص اصله اعشاب وجبنه. الجبنه بقى عشان دهون. احنا مش فاهم عملنا بشاميل راح فين؟ لا ده كان في الكفته يا شيخ. كان في الكفته. تحط ده؟ بليز. فالميه بس الميه السخنه هتعمل بنسميه مستحلب. احنا البشاميل ده حشيناه في الكفته معلش صح؟ لا هي ده الصوص بتاع الكفته. طب وديناه فين؟ صوص الليمون. وديناه فين؟ بيتقدم تحت. بيتقدم. بس احنا عملناه دلوقتي. مش احنا عملناه دلوقتي؟ انا مش عارف ليه. عملناه في سيجمنت اللي فات. مش في السيجمنت، احنا في نفس السيجمنت. في الوصفه اللي فاتت. انت هتقدسيني دي. الوصفه اللي فاتت. اهو. ماشي. سوري. فالجبنه بقى هتسيح في الميه وتعمل صوص خفيف خالص. الله الله الله. للناس اللي ما بيحبوش الصوصات الثقيله يعني في المكرونه، وانا منهم. بس وهرش بس عصره ليمون. اغرفها بعد ما ارفع من على النار. بس رائع.
يلا اهي احكي لنا لغايه دلوقتي عملنا ايه. بصوا اهي. ودي بقى ممكن نحط الكفته فوقيها اصلا اللي في الفرن. طبعا يبقوا مع بعض الحته حلوه حلاوه غير طبيعيه. عملنا الكفته بتاعت مدام امال بصوص الليمون، وعملنا المكرونه بتاعتي بصوص الجرجير اهو، وغرفناها قدامكم والتانيين مغروفين. طيب بهذه المناسبه عندليب الشارع جاهز هيسمع لنا دلوقتي اغنيه حلوه كلنا بنحبها، جزء من بتونس بيك للست ورده، وبعد كده فصل بعد فصل نرجع نعمل كريم كراميل بالبطاطا. بالبطاطا مزيكا. ساعات بعدله انا والروح لوجودك عطشانه توحشناني، وبلاقي الدنيا بقت فاضيه مع ان الناس رايحه وجايه وانا بحلم بيك. بتمر ساعات بعدله انا والروح لوجودك عطشانه توحشناني، وبلاقي الدنيا بقت فاضيه مع ان الناس رايحه وجايه وانا بحلم بيك. على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيلي يا اجيلك من غير ما اوعيك، ويا دوبك وبنفس الثانيه بلاقيك قدامي عيني والايد في الايد. لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد
انا بتونس بيك وخيالك بيكون وياي وياي وانجه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعض في البعض بيحرسني والشوق يناديلك جواي وانا 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 انا 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 بتونس بيك وانت معايا ايوه اربعة شارع شريف اربعة اهلا وسهلا يا اهلا هنعمل صنف حلويات لمشاهدينا الحلويات ما حصلش من وصفات مدام امال جلال الله يرحمها قبل الفصل عملنا ايه عملنا المكرونه بجرجير بصوص الاخضر وعملنا الكفته بصوص الليمون اوكي الكفته من وصفات مدام امال وده وده كريم كراميل بالبطاطا بمواصفات مدام امال يلا مقادير عندنا نص كيلو بطاطا وعندنا معلقتين كبار سكر وربع كوبايه ميه ولتر لبن وتلتين كوبايه كريم كراميل باودر وثلاث معالق كبيره كريم خفق باودر وربع معلقه صغيره فانيليا اوكي لو بليز تيجي عشان تكلم الخلاط الكفته استوت على فكره كفته استوت هنوريها لهم دلوقتي ماشي هنحط كل الحاجات ما عدا بس طبعا الكراميل نفسه اللبن عندنا لتر لبن هنحط عليه البطاطا ننزلها كده مشويه بيوريه معموله ازاي مستويه يعني ممكن نسلقها او نشويها شوفي اديكي احسن عشان انا هعمل كده وبقشرتها لا متقشره اوكي هوبا كده اهو يبقى بطاطا مشويه مع اللبن واحط عليها الفانيليا فانيليا والسكر الباودر سكر الايه؟ سكر بودره او عادي مش هتفرق يعني وكريم شانتيه باودر كريم شانتيه باودر واللي هو الكريم كراميل ده جاهز ده عامل يعني ثلاث عبوات ثلثين كوبايه ما يوازي يساوي ثلاث عبوات المفروض عليهم ربع كوبايه ميه كمان اهو مش عارف الخلاط هيشتغل كده ولا الحاجات كتير انا بحط ميه ماشي تمام كفايه حاجات كتيره قوي عليك يا أنك الخلاط بس ان شاء الله تنجز يعني اهو انجز كمان ولا خلاص؟ تمام واللي عايز يعمل بقى كريم كراميل طبعا من الاول يعمله بنفس الطريقه بالظبط بس يضرب معاه البطاطا يعني ايه؟ اللي هو لو هيعمل بقى بيض وكريم انت كده جبتي الباودر اسهل يعني ما دام امال طبعا كانت عايزه تسهل على الناس وكمان هقول لك وقتها حطه لا في الحل بليز في الحل وقتها كان لما بدانا نعمل الوصفات الاقتصاديه وانت منعت البيض فهي كانت عاملاه بديل اقتصادي يعني وبعدين هنخفقه على النار لغايه ما يتقل انا بقلب المضرب بالسلك علشان طبعا ما يلزقش والكريم كراميل اللي هو الجاهز ده يبقى جاي معاه برده الكراميل نفسه جاهز برده هو ده هصبه في قاع هاتوا وروها الكيس كده ورونا الكيس بيبقى سايل كده بنحطه بقى في الاول في ده في القالب من تحت طبعا ده مش هيلحق يغلي ها هو لازم لا هيتقل بس يتقل بس عشان يبقى استوى يعني اصل ده مش بيدخل الفرن ده هو كده بس لا بجد بيخشش الفرن على حمام الميه لا خالص اسهل كتير وده يخش التلاجة بقى بعد كده بالظبط عايز اسيح لك نزل كراميل نزل نزل هو سايل وريه لي الشاشه كده مش عارف هيبان ولا عشان بتاع لا باين باين قوام العسل الاسود يعني زي العسل الاسود قوام العسل الاسود قوام العسل الاسود بس ده كده تقل هو كده تقل ده ما هو عامل زي النشاكات زي المهلبية يلا بس ممكن بقى هنصب هنا اجيب ال الايه؟ مغرفة عشان نغرف لا هنصبه في ال هقول لك انا شفشق هنوقع الدنيا؟ تعالي نجرب ماشي انا مسؤوليتي تعالي بس انت مسكي لي ال
امسكي لي بس انت ال طلعنا بره؟ لا نملاها الاخر؟ بس شكرا شكرا لحضرتك. خلصنا هنطلع الفستان ولا مش هنطلع؟ لا خلاص عشان مفيش الحاجات بتاعتها. اوكي اوريها لهم. طب استني صعبت عليها الكفته برضه. حتة هتهبل ومتحمرت كمان حاجه. اتحمرت بقت تجنن. اهي الكفته طلعناها لكم الفرن بهذا المنظر. شكرا يا منى. احكي لنا عملتي ايه النهارده؟ عملنا من وصفات مدام امال جلال كفته الشبت بصوص الليمون، وعملنا جنبها مكرونه بصوص الجرجير، وفي الحلو عملنا من عند مدام امال كريم كراميل بالبطاطا. بشكرك جدا. انت برضه ممكن الفتره الجايه تعملنا اكلات من وصفاتها؟ يا ريت. عشان انت يا ريت. اوكي. في خش على حاجات السي فود بتاعتها. ماشي. في فتره انا رايت بس احنا بنحاول نوفر ولا ايه مش عارفه. لا يعني كل فتره ممكن نعمل حاجه كده، مش ما عنديش مشكله. ماشي. خش اهجمي على السي فود وهاتي، بس ممكن لو الجمبري نجيب صغير، السمك نجيب بولتي مثلا، بولتي حاجات كده. اوكي بشكرك. هرسي. شكرا ليكي منى صباحي. خلونا نسمع دلوقتي الشوق الشوق، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم في فقره الورشه وجو ارت سبلايز، نشوف الالوان الحلوه اللي هم بيصنعوها في مصر. خليكم على صباح مزيكا. بص لفوق بص لفوق الشو الشو